تالت ألغوريثم من الديسك سكيجولينج اسمها سكان. السكان تحكي لنا محل ما انت بتكون لازم تروح باتجاه البداية، يعني لازم توصل للصفر. هلأ بنفهم كيف يعني لازم نروح باتجاه البداية. أول اشي احنا عند 53 واقفين، فحكينا احنا بنتجه للبداية، وباتجاهنا للبداية لازم نوصل للصفر. فمن 53 باتجاه البداية رح نروح عند 37، رح نحسب 53 ناقص 37 16. هلأ من 37 حنروح للأربعتاش، 37 ناقص 14 23. هلأ من 14 رح نوصل للصفر، لازم نوصل للصفر. هلأ بهاي الخطوة خلصنا الاشي اللي اسمه سكان، المهم انه احنا وصلنا للصفر. هلأ في حال ما كان في عنا اشي بين الهيد وبين المكان اللي واقف عليه الهيد وبين الصفر، يعني ما عنا 37 و14، عادي بنمشي من 53 للصفر، المهم انه لازم نوصل للصفر. هلأ نحسب 3 اللي هي من 14 ناقص 0 14. هلأ من 14 رح نرجع لعند 65. هلأ نحسب 4، 65 ناقص 0 65. هلأ لهون خلينا نمشي هيك، وآخر اشي بنحسب الأرقام. آخر اشي وقفنا عند 183، فهلأ كنا موقفين هون عند 5، 67 ناقص 65 2، وثمانية وتسعين ناقص 67 31، 122 ناقص 98 24، و 124 ناقص 22 2، آخر إشي 183 ناقص 124 59. الجواب رح يطلع عنا 236. هيك بنكون خلصنا فكرة السكان.